السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم وسهلا. قبيل جبرت مشكلة شوي في الصوت، ومن ثم قبت انشغلت شوي، يقال ما مارق فيا نرقد الليلة ما ولي نعقب على هذه النقاط اللي لأني شايف أنها نقاط مهمة جدا، منها قضية سب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي مسألة قديمة متجددة، ما هو الشيء قد ضر في حياته عليه الصلاة والسلام ولا يضر بعد موته عليه الصلاة والسلام. والقضية الأخرى قضية استقالة الحكومة، حكومة فاطمة أم كسية، ومجموعة من القضايا من ضمنها ملف المخدرات اللي أنا شايف أنه لا يقل خطورة عن ربما هو يعني أخطر قاع مشكلة تواجهه موريتان ولا هم ضارك. نختار في البداية نقول على أن قضية سب الرسول عليه الصلاة والسلام أعلنها قضية طبيعية. شنو معنى طبيعية؟ معناها على أن الجانب التربوي في المجتمع الموريتاني خسر. موريتاني فيه فشل عميق جدا على مستوى الأخلاق، ولا هو لا على مستوى الشباب. مد نظامها السياسي ونظامها التعليمي ونظامها القضائي ونظامها التشريعي مصاب كله بفساد أخلاقي، معناه أنها ما مشجر شيء لأولادها. يا حكم الله، ما مشجر شيء. يعني من الطبيعي جدا أعلن الأسرة دورها التربوي، دورها التوعوي، دورها على مستوى التنشئة، على مستوى التربية، يغيب ويخسر من الأعقاب، لأن مؤسسات الدولة، وعندما نتحدث عن كلمة يعني منين لفوا كلمة دولة في موريتان، نديروها من بين ظفرين ولا من بين قوسين، لأن موريتان ما هي دولة يا حكم الله. يقال مد برلمانها فاسد أخلاقيا، حكومتها يعني مؤسستها التنفيذية إن جازت لنا تسميتها بالمؤسسة، لأنها لا تستحق تسمية مؤسسة لأنها ما هي مؤسسة. مؤسسة تنفيذية فاسدة أخلاقية، مؤسستها القضائية فاسدة أخلاقية، مرافقها فاسدة أخلاقية، مؤسساتها الأمنية ولا قطاعاتها الأمنية فاسدة أخلاقية. هي ذي اللي وسى أولادها يصلحوا شنو؟ هي ذا اللي أصلح أولادها شنو؟ هي مدها تعليمها اللي هو الركيزة الأساسية للتنشئة على الصعيد المعرفي والتربوي فاسد أخلاقيا، ذا اللي أصلح أولاده شنو؟ هذه أسئلة بسيطة جدا نطرحها أنا، تطرحوها أنتم، يطرحها أبسط رجال ما عنده لا مستوى تعليمي ولا عنده مستوى معرفي ولا يفاصل بين سموتراء، يطرح هذه الأسئلة.
لأنها طارح الحال. هي مادة ناقعة في الفساد الأخلاقي على مستوى الصعيد، على مختلف الصعيد وفي مختلف المجالات. لله هي يصلح أولادها أخلاقيا شنو؟ منين نتكلموا عن سب النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف قلت لكم في البداية، النبي عليه الصلاة والسلام ما ضر السب في حياته إلين بلغ رسالته على أكمل وجه وأحسن وجه. لا يضره بعد مماته، ما عنده معنى. يقال السؤال المطروح، وين هما حماة الدين؟ وين هما دعاة الفضيلة؟ وين هما العلماء؟ ومنين نتكلموا عن العلماء ودعاة الفضيلة وحملة لواء الإسلام على هذا الصعيد اللي يتعلق بالسب جناب النبي عليه الصلاة والسلام والله المساس بالمقدسات الإسلامية، نتكلم عنهم من محور إيش؟ من محور التوعية، دورهم التوعوي منين؟ من رأيك كانهم قائمين بدوارهم التوعوية الإسلامية والله كانهم واحدين في روايات أخرى؟ هذا هو السؤال المطروح، وين هو الددو من الفساد الأخلاقي؟ وين هو الحبيب الرحمن من الفساد الأخلاقي؟ وين هو المبال ومحمد فاضل ومحمد الأمين ومختلف العلماء والسيد المصطفى؟ هم ذي العلماء الأجلاء ذي هليب الكبرها مولانا منين؟ منين نطرحوا السؤال؟ ركبوا في سؤال ثاني، هم منين من الفساد الإداري؟ هم منين من الفساد السياسي؟ هم منين من الفساد الأخلاقي والمالي؟ لأن مدة ما شافت تواجه الفساد السياسي، ولا شافت تواجه الفساد المالي، ولا شافت تواجه الفساد الإداري، هي لا يشوفنا لها تواجه الفساد الأخلاقي شنو؟ هذه مجموعة من الأسئلة أو التساؤلات اللي بسيطة جدا كل رجاج قد يطرحها بها اللي فارضة الحال أنها تنطرح. هي من هذه التساؤلات فارضة حالها أنها تنطرح، طرح الحال. علماء أجلاء محاطين بذمن الهالات الكبرها مولانا من التقديس وبذمن الرمزيات وبذمن الأوزان الاجتماعية والسياسية والدينية وكلها مزرب عليه ولا يقد يسمع ما طاح يسمع للتراء. أو هما ذي اللي عدلوا شنو؟ هما ذي العلماء ذي اللي حقوا للمجتمع الموريتاني شنو؟ إنهم فتحوا محاضر وقرأوا القرآن، إنهم فتحوا محاضر قرأوا فيه خليل ومختصر خليل والأشعاري ابن عاشر وما إلى ذلك. من درجة يكانوا ساعد في حل المشاكل الأخلاقية. احنا شفنا أعلن معظم حالات الاقتصاد يسوى الصل الطويفيلات اللي مازالوا قاعد تيشيرات انخلاقة لابسات الروينبيات، ويسوى القريسات اللي مازالوا كلها عنده 5 سنوات وستة، ويسوى الطافيلات اللي فاتوا عادوا يديروا على روسهم. حالات اقتصاد مختلف الأشكال خلقت في مني في المساجد وفي المحاضر، هذا شفنا. منين يعود الجهة الوصية على الدين واللي المفروض على أنها هي المسؤولة عن تصحيح الاختلالات الشرعية أو الاختلالات الأخلاقية بآليات شرعية أو بضوابط شرعية؟ منين تعود هذه الجهة بالضبط؟ هي اللي يجو منها ظليان، مش لا نقوله. منين يعود العلماء اللي يعرفوا ذي اللي قال مولانا ورسول ويعرفونه حق المعرفة بين قوسين والله بين ظهرين، لا ينكرون منكرا على مستوى الاختلالات السياسية ولا ينكرون منكرا على مستوى المفاسد الإدارية والمالية، لا ينكرون منكرا على مستوى مختلف الاختلالات اللي حاصلة في تسيير البلد،
عندكم عنهم إلى وقفوا اليوم قال ونكروا منكر يتعلق بفساد أخلاقي أو انتهاك شرعي من اللي يصنت لهم لأنهم داروا هم أنفسهم داروا رؤوسهم في خانة من يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض مولانا ما يختلف الحشيش وهي لا حق والله كذب أنت عالم وتعرف اللي قال مولانا والرسول وهي لا نذكرك أنا باللي قال مولانا والرسول لحد كيفتك أنت عالم تعرف ايش قال مولانا للعلماء الناس اللي يعرفوا اللي قال مولانا قالهم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون معنى أني أنا هذا نقدر نقولهم الله يعطيهم اللعنة لأنهم هم لعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ثم إذا فهمتوه قالوا سيدي حي والله ما فهمتوه نعلو عليكم إن الذين يكتمون صنتوا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون هو هذا محتاج تفسير هو هذا محتاج كونغرس من العلماء ياك يقعدوا ويفسروه ياك ينفهم هو هذا مفهوم وسلس بلسان عربي بسيط ما هو محتاج ذا من الفهم كان ايو نجول رواية اخرى وليعلم الذين صنتصا وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قاتلوا أو يدفعوا باش بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعالوا قاتلوا في سبيل الله معن قاع القتال في سبيل الله عنده عدة أوجه كلمة الحق في وجه الباطل قتال في سبيل الله لأن كل ما من شأنه أن يدخل في دائرة الدعوة إلى الله ودين الله والحق والعدل يدخل في إطار القتال في سبيل الله سياقها هم بسيط قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب ثم إذا فهمتوا هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون هو إذا محتاج الكونغرس يقعد ويحلل ويفكر ويباطش بارو ويمد صيانه ويدير عمي مرفوق من الزقنة ويلبس دريري عسين كمت ياكنو يسمع كلامه ياكنو يسمع له تفسير هو ذا واضح من درع علماءنا نحن الأجلاء اللي كلها دايرس قينينا فوق راسه ولابس سين كمت ومحاط بذن هالات القدسية من درع يكانهم يقفون في وجه الباطل من أجل إعلاء كلمة الحق طبعا لا الدليل منين يا محمد الأمين والمولاي الدليل اللي نويقعين فيه من الفساد الإداري والفساد المالي والفساد الأخلاقي على الصعود السياسية والتشريعية والتنفيذية والقضائية وحتى على مستوى المجتمع لحكم أعضاء اللي نعدوا أولادكم يأخذوا لهم تسريبات في المسابقات يسبون ذات النبي عليه الصلاة والسلام تمش دوروا من الفساد الأخلاقي وحدير الدرجة بوقت علماءكم منين كانوا هذه الهالات القدسية وهذه الرمزية وذي المكانة وذي الأوزان الاجتماعية والمالية يواني حتى عالم قاع عنده المال والله يدهل في المال أنا قاع ما نعرف قاع بتعامل معالي عود شنبته وهيئة العلماء اللي تنصرف عليها مئات الملايين مش تعدل أنا نبقي نعرف هذا الكارتل أنا شخصيا نسميه بالكارتل الديني فايتوشن هو لا يأمر بمعروف هو لا ينهى عن منكر
لو أنه يأمر بالمعروف لكان أمر ولاة الأمر، يسوى وزراء، يسوى مدراء، يسوى جنرالات. لقد شفناه يمجد لي جنرو كيف تقاف ولد دول مسقر، وكيف الصوتية اللي وخى العاقب ذاك يقول على أنه قاع من آل البيت، وأنا بقينا عرف عالم يعدل صوتية يقول فيها على جنرال من آل البيت، قيمتها شنو؟ قيمتها شنو هي على الدولة، وقيمتها شنو هي على المجتمع، وقيمتها شنو هي عليه هو؟ السؤال ما هو هذا، هو قيمتها عليه كبيرة تبارك الله، جرد ياسم القيمص مادي ومعنوي. وحد سمع خطبة الحبيب الرحمن نهاره هذا في يوم العيد يعرف عننا واحد يعني مدة متحكم فيها كارتل ديني من 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 زعامات النفاق الديني يلعبوا بعقولها وتو عيني عينك. يقول لهم الغرب هو 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 معلق على هذه الهجرات المتتالية من موريتانيا قيس أمريكا. قال لهم الغرب أمواله ذاك اللي فيه من الخير كامل حلال طيب، قال ذاك اللي فيه من 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 المفاسد حد يخليها عن يا سلام، خذ خيرها ولعن أبوها يا سلام. يا ولد اللي في موريتان خلي عنك الغرب يا ولد حبيب الرحمن، ذي اللي في موريتان من الخير وذي اللي فيه من الشر ما مشوا الأخبار. أنا نبقي والحبيب الرحمن يعدل لنا عملية موازنة في ذي المعمعة اللي تشبه المعادلة المستعصية، يعدل لنا عملية موازنة بسيطة ما بين تعليقه حول خيرات الغرب ومفاسد الغرب وحول خيرات موريتان ومفاسد موريتان. والله موريتان جنات معروشات وغير معروشات ولا فيها مفاسد، وموريتان أرض قاحلة ما فيها خير. أنا نبقى نفهم والله ينسمى ويعلق عليها لا المفاسد الغربية والخارجة عن الحدود الموريتانية والخير اللي عابر للحدود، يقار خير موريتان ما يعلق عليه ومفاسد موريتان ما يعلق عليه. برافو الحبيب الرحمن، هذا هم علماءكم للمجتمع الموريتاني. المفاسد الأخلاقية كيف قلت لكم ما هوش جديد على شيء، أخلاقية المدارس الابتدائية فيها الفساد الأخلاقي عيني عينك، وحتى المعلمين أو بعضهم شركاء في العملية. كوليج فيها المفاسد الأخلاقية والانحلال الأخلاقي عيني عينك، والأساتذة بعضهم شركاء فيه. الجامعة يسوى الجديدة ويسوى القديمة، انطنطنا من الانحلال الأخلاقي والفساد الأخلاقي وبعض الأساتذة شركاء في العملية. قط سمعته إمام والله عالم شادي الأخبار، ذا من المفاسد الأخلاقية اللي يخلق في شوارع نواكشوط وشوارع نواذيب والداخل. قط سمعته عالم ينكر هذه المنكرات، قط سمعته إمام ينكر هذه المنكرات. يقال منين قامت مدرسة خاصة عندهم هما شخصيا منها مواقف معينة، وفي إطار حفل معدرته المدرسة ما فيه سب لذات النبي ولا فيه سب لذات الإلهية ولا فيه شياع عنده علاقة بالدين، مجرد ألوان قالوا هما عنها تعبر عن علم المثليين، سقطت السماء على الأرض وخلقتها الله يكبرها مولانا. وقاموا العلماء والأئمة والعميمات والجليلابيات والصينكمت واحتجوا قدام القصر وخلقتها الله يكبرها مولانا، ونحن نرفض ونطالب. انتم ما قطوا طالبتوا بتصحيح وضعية مدرسة بلا مقاعد، ما قطوا طالبتوا بتصحيح وضعية المعلمين اللي قروا في الرياف وفي القرى وحتى في العاصمة نواكشوط ونواذيب واللي وضعهم توجع القلب، ما قطوا طالبتوا
بزياده رواتبهم اللي انطرحت قدام البرلمان وارتفضت مع قط احتجيت الدور وتنزات. ضمن المفاسد اللي خالق اداريا وماليا ولوجستيا في المنظومه التعليميه انجازت لا تسميتها بالمنظومه ما قطيت احتجيت عليه ولا قطيت دعيته فعل انه يصحح. منين تقوم مدرسه خاصه في اطار حفل مدرسي بما انكم انتم عندكم شمن الارهاص اللي تشتغلوا عليه ايديولوجيا تديناتيا الاغراض خاصه رقبتوا السماء ولا خليت قضيتوا السماء للتراب ولا خليتوها ترقب. هذا ما اللي ينقالوا النفاق. انتم ما قطوا شديتوا اخبار اي مفسده من المفاسد اللي ناقع فيها قطاع التعليم سواء الخاص او العام. ما قطوا شديتوا ابسط مشكل من حيث الاختلالات الأخلاقية أو الانحلال الأخلاقي اللي حاصل على مستوى المرافق التعليمية سواء كانت خاصة أو عامة. إذا ما قد شديتوا أخبار تعوش بيكم بيكم اللي لا جماعة من المنافقين. ثم ما قطيتوا شديتوا أخبار أي مفسدة مالية أو إدارية حاصلة في الشأن العام. شبيكم اللي مسكتكم شنو بيكم اللي ليش من المنافقين بيكم اللي شمل المنافقين. نقولها لكم انا محمد الامين من المولى معكم علماء ولا انكم ائمه. واي رقاج يحاول انه يجبر لكم ابسط تبرير ابسط تبرير اما انسان ساذج غبي جاهل يا اما انسان محدور درجه كيف تكون متالب ينافق لكم. لان دين مولانا ما فيه اللف والدوره دين مولانا بين وواضح ما فيه اللف والدوره ولا يجي التفلسف ولا يجي يخش من هون وذاك الصندور نعدلوا به كذا لا ما هو دين مولانا ذاك دينكم انتم دين الشيطان ما هو دين مولانا دين مولانا واضح وبين ونعلل لكم الايه اللي قال لكم انتم اللي نزل مولانا بالكتاب تعرفوا وفاهمين ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب توم ماركم الذي اللي قلتوا لكم علماء وذي اللي نزل مولانا في كتابه بين لكم وواضح لكم كاتمين ولاش مولانا مالو قال على شي كامل خاسر تفيتك اخبار وشي صالح ينأمر به توم اللي مسكتكم شنو والله موريتاني ما فيها شي خاسر يقر ذم اللي يقولوا لكم لا يقول لكم الله حد كيف محمد المولانا الناس الاخرى مشكله المجتمع الموريتاني على انه مصاب ب داع عضال كبير جدا هو التناقض هو الازدواجيه ما هناك اي مواطن موريتاني اليوم في قراره نفسه ما يعرف على ان علماء موريتان شنو من المنافقين وشنو من المتاجرين بالدين يقال ما يتسولوا عنها علنا يقول العلماء ما يسمع ما لهم ما يسمع لا يسمون بعض هم لا بشر هم بشر مشاو وقراوا مجموعة من العلوم والله مجموعة من المعارف اللي أساسا حد قراها يا اللي طبق هم ما طبقوه وحنا لا نقول لهم إنهم ما طبقوه وحنا لا نقول لهم لكن قال لهم مولانا أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعن إحنا لا نقول لهم الله يعطيكم اللعنة معناها على ان قضيه سب الرسول صبح يا مرق لكم رجال يسب النبي والله سب مولانا لا تشوفوه علي المجتمعات تقوم على مجموعه مؤسسات والمجتمعات اياك انها توعى وتنضج فرض عليهم تعود عندها منظومه تعليميه محصنه بعامل تربوي لان المنظومه التعليميه من دون العنصر التربوي منظومه مهزوزه وفاشله مكتوب عليها الفشل فرض عليهم ان لي ماب بيداغوجي العنصر التربوي لانه هو اللي حصن المنظومه التعليميه وانتم تعرفوا انكم عنصركم التربوي من ذلك والله يرحمه عدكم به 91 عندي عنه والله 90 ولا عندكم منظومه تعليميه
لان الساقر التلاميذ اليوم يوقف القرايه ويتفلع على وجهه. وعتله المعلمين اليوم بما انهم اقتنعوا على ان المنظومه التعليميه منظومه فاسده عادوا مركزين عليها لا الدخل. وعترتهم قاع القطاع العام ما يطلع له تجبروا يشتغل مع اكثر من مدرسه خاصه الى جانب شغلته في القطاع العام في التعليم النظامي. ولا يقمرت ذا الواحد فيه لا تقمريت، ومنين يجي لا يعطي درس يجي شايط كي الزعفيق ويخطخط خطوط بالعجله وتماش يصاوع الوقت. حس الرساله التعليميه ما تلا عند المعلمين. ومنين نرجعوا كاع للتكوين في الاصل نجبروا على عتره المعلمين اليوم والاساتذه تكوينهم في فاضمه ومكسيه، ما هم مكونين ولا هم مؤطرين اخلاقيا ولا تربويا. هي المنظومه التعليميه اللي يصلحها شو؟ هذا تساؤل من ضمن التساؤلات اللي يجب نطرحه. ضيفوا عليه. معلن طبيعي جدا ضمن الاختلالات اللي حاصله على مستوى المنظومه التعليميه وغياب العنصر التربوي في مختلف محاور التعليم سواء كان تعليم محضري او تعليم معاصر نفس الشيء. فاسدين كاملين. شفنا طلاب المحاضر يتاجروا في المخدرات. يقضوا النواكشوط ويقضوا المخدرات ويجيبوها المحاضر وتموا يتاجروا بها وهم طلاب محاضر. هذا شفناه. وبيتي سانتر والمدارس الخصوصيه في نواكشوط وفي نواذيبو ينباع فيهم مخدرات عيني عينك. وبمساعده من بعض العاملين في قطاع الامن قطاع الشرطه. اخر قط شفنا عالم خاض يتكلم عنه والله امام. معناها على ان هذو علماء منافقين متاجرين بالدين. هذه الخلاصه. النقطه الاخرى استقاله الحكومه. انا نستغرب على ان هذه هي المره الثالثه تعاد الثقه في والبلاد. هذه نستغرب منها. 4 سنوات زايدين من الفشل الذريع على مختلف الاصعده، من الفساد الكبير جدا في مختلف القطاعات، من النهب الصارخ للمخصصات اللي تخصص من ميزانية لتسيير القطاعات العمومية، في الموارد، في المقدرات، في كل شيء نهب صارخ، ومفاسد إدارية ومالية لا حصر لها. وبرنامج تعهداتي برنامج الكذيب الأحمر ما أعدل منه شيء سوى شو. أنا نعرف حكومة منين تفشل في تطبيق برنامج أو تصور تستقال. ما معناها على أنها تستقال إلا حفظا لماء وجهها، هي بالمعنى الأصح ينقال تمت إقالتها. يقال ينقال لك أنها استقالت لحفظ ماء وجهها، ياك ما تعود كأنها مصيوعة، ياك تعود كأنها في صورة حسنة، احنا هذا ما قدرنا نعدلوه لين استقال. يقال منين ما تعدلها يعيط لهم الرئيس ويقول لهم هي قدموا استقالتكم. أنا ما نبغي نعود أنا هو ولي مرت بقالتكم. يقال حكومة استقال وتم إعادة الثقة فيها. هذا اللي تجبره الله موريتانيا. حكومة فشلت واحدة فيه لا السريقة والكذيب الأحمر والتفيتيت والعبط والتخبط تستقال وتنرد لها الثقة التي تجبر الله مريدها. ولا هي مرة مرتين متتاليتين. هذا تفسروه باش؟ تفسروه لأن مدة حاقرة شعبه ما هي مرة كتب شيء حاسة لأنها بلا رأي عام وحاسة لأنها بلا سياسيين محترمين وحاسة لأنها بلا مجتمع مدني محترم وحاسة لأنها بلا نشطاء وفاعلين سياسيين محترمين وقادرين على أنهم يأثروا قادرين على أنهم يقيروا من المسارات السياسية المعتمدة في تسيير البلاد وبالتالي يقبلوا قراراتهم بذاك اللي يناسبهم هم.
عندكم على موريتانيا ما فيها أطر أكبر كفاءة من البلاد، والبلاد قاع ما هو إطار. طمك يا مهندس في شيء ما يعرف قاع حد هو شنو، أنا قاع ما نعرف اللي يهندس في شنو، اللي فاتنا من معرفته نعرفه يهندس إلا في الفساد والضعف والفشل. وحتى شابت جيم بيست ونقر الطيارة يعدل بوليتيك يحمج الناس إنها تزرق الحزيب الخراب، يعرف إنه ما هو وزير أول. وحتى شاف وقفته يهدد القوى السياسية اللي كانت إلى وقت قريب تعتبر من أحزاب الأغلبية، وهو المفروض على أنه رئيس الحكومة، ورئيس الحكومة رئيس لكل الأقطاب السياسية ولكل الفصائل السياسية، يهددها بصريح العبارة أعلن حد كامل ما هو ماشي مع خط حزيب الخراب أنهم هم يدوروا يتعاملوا معاه وأنهم يدونوا. هذا لا يتجبر الله في موريتانيا، وعلى مدى تكليفه اثبت بما لا يدع مجالا لبصيص من الشك على انه انسان فاسد وفاشل. منين يستقال ضرب بدلا من يخرصوا تغرب الموريتاني، قطع على انها فيها بقيه اخلاق وشيء من التقوى على مستوى بعض الاطر والكوادر ذو الكفاءه العاليه، واللي سقطا ما عندهم تصورات اصلاح، بدلا من تغرب الساحه ويوخروا منها أطر جدد ويكلف منهم الرقاج بتعيين تشكيل حكومة ونقبل نشوفوا طاقات جديدة. إن قال لك لا نقبل لا هذا والبلال هذا الفاشل اللي جربناه على 3 مرات وثبت فشلوا، إحنا نقول لا حد فاشل. طبيعي ثم رئيس هو الرئيس فاشل وفاسد، ولم الحوار مع الحمار يعلم مش هيك والله نهيك، هو غزواني لا يقبض الكفاءة من منين، وما يدور حد كفر. لو أن رئيس محترم جاب برنامج وتعهد به أمام الله ورسوله وأمام المجتمع الموريتاني وعين حكومة عزت عن طبق منه شيء نحيدها عن ينقبض حكومة أخرى، وهكذا دواليك إليش يسوى قاع إلى ما عدرت شيء ما يقدر بعد رقاش يقول لك شخاصر هذا الرئيس ويشو جاب تصور أيد واحدة ما تصفق وهو ما يقدر يطبق برنامجه وحده، وهذا فتنا احنا قاع ذيك الساعة قلناه وقطع أنه ما بخدش جاب ذي الناس ما قدر تعدل شيء حوزها جاب مدخرة وهكذا. لوكو إنسان يحاول، لوكو إنسان ما هو باخد شيء فعل أنه برنامجه وتعهداته لمجتمعه يدور يطبق. هذا لو أنه إنسان محترم، لو أنه رئيس حقيقي يقال رئيس يعطي يكلف وزير أول ويثبت الوزير الأول فشله على مختلف الأصعدة ويثبت حكومة ضايمة ومكسية فشلها وفسادها على مختلف الأصعدة ويتم تكليفه من جديد ويثبت فشله وفساده ويتم تكليفه من جديد، هذا معناه شو؟ هذا معناه شو؟ معناها على انه رئيس ما هو رئيس الا شرويطه ليس له من حاجة. ما شوفوه لا طاير لا يقول كلمتين من 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 من, من شيء ما عنده اي قيمه، كي كلامه في المؤتمر الاخير حول اليورانيوم يوني مدعى تخمم مسائل الطاقوية وهي عندها مزاد ينقطع الماء مدة أسبوع عن أحياء من العاصمة، تفرق زين ينقطع عنها الماء تفرق زين يبرى إن هي جوهرة نواكشوط وجوهرة العاصمة، مدة مزاد عندها ذا النوع من المشاكل اللي مات لما تروح، وهي عندها النهر. سنغال للي بزركم متبارك ضرك مع أكبر مشروع لتحلية مياه البحر، وراوالكم فات عدلها وفات عادي يشرب الماء البحر حلو، عدلوا مبارد قابل للشرب ويشرب من النهر في نفس الوقت، و 17 والله 18 مليون نسمة ما نك لا تسمع أذنك
انقطع عن الماء. ولانك لي تشوف اسوسياسيون ماشيه تعدل السقايه كيف الفضايح اللي يشوفوا في نواكشوط وفي نواذيبو وفي كل بليده. احنا اليوم رانا معدلين السقايه وندوركم تعاونونا، لان شو ستار نقسموا على مخاليق مولانا كله جاي يلز معاه بيدون والله السيوه والله بريقه. هذا نوع من الفضايح وحدير الدرجه اللي تجبروا لها موريتان. وموريتان ماتت قاع 4 ملايين وعندها البحر وعندها النهر يقير ما عندها مد نافعة بلا إدارات وبلا أطر وبلا حكومة وبلا رئيس. عندها جميعة من لي بيير جميعة ما هي واحدة فيه ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو سرقوا الكذيب الأحمر. حد شاف هذه الصور اللي ما زالت لليوم الى اليوم ما توخذ من حي من احياء نواكشوط ماذا هو لك حمار يجر بريقه والله بريقتين والله سيتيرنا تجار يجارة وراها شمد قراص ولا القرسات رافدين لافتات جمعيتك كذا للسقايه كذا. هذا لا تجبر داه موريتان في القرن هذه حكومة نعطالها الثقة. استقالت الله لا يرد بوك العاشر. كانوا يا الله قاعد تم إقالته ومش عدل. وين هو وزير واحد اليوم عدل الشقائس وشنو قد شد أخبار. شفنا لا الكذيب الأحمر والوعود الواهية خاوية. لا ينعدلوا لا ينعدلوا لا ينعدلوا. الجسور منين؟ الطرق منين؟ ما ان احنا قاع ما ندور الجسور ولا ندور الطرق ولا ندور المشاريع العملاقه. احنا ندور الماء منين؟ 4 سنوات 4 سنوات وين هو الماء؟ الانظمه المحترمه كيف قلت لكم أي نظام محترم يقعد لانسامبل دي مينيستر يقعدوا ويناقشوا الوضعية اللي في الدولة مجموع المشاكل اللي تعاني منها مختلف القطاعات أبرز التحديات المطروحة والمشاكل ذات الأولوية في الحلحلة. هذا كامل ينطرح وكلها عنده تصور جايبه معاه. أنا بالنسبة لقطاعي كوزير عندي تصور الفلاني للمشكلة الفلانية وعندي تصور الفلاني للمشكلة الفلانية وعبأت الإمكانات الفلانية مادية لوجستية طاقة بشرية لحل المشكلة الفلانية وهذا في حدود زمني كذا ما وكذا وهكذا. مدة عندها تصورات تشتغل عليها. هذه مدة جميعا من 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 الغربان والعتاريس ومحادر الدرجه كل يجي بومبي تويقطات تحته عترث اللي فيهم كاع ما يعرف ويجي تخمامه في تخندريس هوك مخليها وراه عجلاني لما رجع له ويجي ويقعد وتحكمه التلفزه ويوخذ يتميصص والله يخير راس والله عاقد عزيزيراته اللي نيوف هذا يوخذ يتماشى ينكشح هو ما عنده تصور شي يسوى شو تعرفوا مال بيلي إنسان جاهلته هو بلا مستوى. وهذو لي كونسييل تسمع ما مسوي لهم حد عن شو لا قابل حد منهم أي استشارة. ما خلقت وزارة ما فيها قد هاك وقليل هاك من المستشارين. يقال ما مصنت حد لأي مشورة من عنده. أنا نعرف عدة مستشارين. كلهم يقول لي أبوي والله العظيم الكريم اللي نجيبه مات يا أتقع نستحمل ندخل. لأني أنا ما مسوي حد عن حد عن شيء يسوي شو. ولا يؤخذ قاع لي المستشارين في الأنظمة المحترمة يوصلوا عليهم لي دوسية. إياك أنهم ينطلبوا فيهم يعدلوا عليهم ديزانوتاسيون يكتبوا عليهم استشارة معينة والله توجيه معين والله وجهة نظر معينة يأنوتيه عليه. هذا ما يجيهم قاع حد يشد معاهم الأخبار ولا يتلف لهم وزير استشارهم ولا أمين عام يستشارهم ولا حد يسوهم يخلصوا. لأنها ما هي حكومة
ولان المؤسسه التنفيذيه في الدوله الموريتانيه ما هي مؤسسه والدوله ما هي دوله. القضيه عباره عن شوي من بنضيات، حاكم شن السذج وحاكم مجتمع يعيش للاسف الشديد. هو شفتوا مشكله موريتانيا الحقيقيه هي على ان المجتمع هو القوه اللي تمكن هذو فضمات من الديمومه والمواصله، تمكنهم بس من حاله بالنفاق الديني والنفاق الاجتماعي. الائمه والعلماء عندهم اتباع بالنسبه لهم قوه شعبيه لدعم النظام، وزعماء القبائل اتباعهم وحواضنهم الاسريه، وذاك اللي يعيط عيطتهم قوى شعبيه لدعم النظام. الاعتراض لا يجي من منين؟ نسبه قليله جدا هي من تعترض وتحتج على السياسات المعتمده في البلاد، ولا سامع حد كلامها، والمنها تكلم يقمص فمه التراب. بس من حاله موريتانيا لا تتغير. إلين يعود دعاة الفضيلة وحملة لواء الإسلام من يسمون مجازا بالعلماء، محصلاتهم المعرفية الشرعية، رمزيتهم الدينية، مكانتهم الاجتماعية، قواهم الشعبية، كل هذا يوظفوه لدعم نظام فاضمة ومكسية. السلاح لا يجي من منين؟ منين تعود القيادات الاجتماعية التقليدية والزعامات القبلية والقيادات السياسية، طاقاتهم وإمكاناتهم المادية وأوزانهم الاجتماعية والسياسية؟ ذا كامل يوظف في دعم نظام فاضمة ومكسية. والسلاح لا يجي من منين؟ منين تعود هناك قلة قليلة جدا من الأطر منقسمة ما بين خائف على مصالح حياتية أو بعض القشور الحياتية، وما بين يعني الغير مؤثر؟ واحدين منهم يعيطوا يصقوا لا هم مؤثرين، ما قد يحقوا التأثير، والمنهم انكردبط ويبقوا ينقمس فمه بالتراب وينبط وقيل ينكتل قاع في مخابر الشرطة، والبقية الأخرى خايفة دور لقمة العيش. هذه هي الفئة التي تعترض. هو تغيير لا يجي من منين؟ تغيير لا يجي من منين؟ منين تعود القوى الأمنية اللي المفروض على أنها يستشعر معها المواطن أمنه استقراره أمانه وأمان ممتلكاته، هي التي ترعب المجتمع وتهدد أمن وسكينة المجتمع، وأي مواطن اقتادته تعذبه تقتله. منين تعود هذه القوى ذنبتها؟ هو الأمن لا يجي من منين؟ وإصلاح الاختلالات على مستوى المرافق الأمنية لا يجي من منين؟ المبادئ لا تتجزأ والضوابط والتنظيمات لا تتجزأ. الدولة لا دولة إن قالها دولة المؤسسات، مؤسسة تنفيذية محترمة تحترم القانون وتسهر على تنفيذ ضوابط القانون وتنظيمات القانون، مؤسسة تشريعية ما فيها مول تشرع ما هو شيء يخدم الدولة ويخدم المجتمع ويخدم الصالح العام، وتتابع تشريعاتها وتتابع المؤسسة التنفيذية في مهامها وتنفيذ برنامجها، وتسائلها في كل كبيرة وفي كل صغيرة. مؤسسة قضائية ما قادرها شيء في المؤسسة التشريعية ولا في المؤسسة التنفيذية، ولا يمرق أحد بشيء، ومستقلة تمام الاستقلال، ولا يطارح الحساب مو المسألة وحده أن يحكموا بين الناس بالعدل.
هذا هو المهم عند المؤسسة القضائية المحترم، ولا يأثر حد عليه. ومجرد يدخلها حد والله يحاول تحاول مؤسسة تنفيذية تضغط عليها ولا تأثر عليها، تقدم استقالتها وتخلي قاعد الدنيا براح ويخلق شلل دستوري وتفرض بنضالها وبمنطق الدستور على انها تعود مؤسسة مستقلة، ما يدخلها حد وش لا يأثر حد عليها وش. هذا ظروف موريتانيا، هذا هو الدولة، وهذا ما هو موريتانيا. موريتانيا ما فيها مؤسسة قضائية مستقلة، واللي قاع فيها ما نعرفه قاع كان قد حد يقول انه مؤسسة قضائية، لان مؤسسة قضائية فيها دي يعني ان انسامبل دو ماجسترا كلها متفنن في القانون، وشغلته ما يقدر يدخله فيها، ولا يتعامل بمنطق الخيان، ولا يخندرس خصوصا في القضايا المصيرية ذات الأهمية البالغة والحساسة جدا في مصير المجتمع والدولة. هذا ظروف موريتانيا. والمرفق التشريعي فيه شي من الشريبتات اللي كلها جهل من محرة، واللي فيه من الناس اللي يعرفش قليل، ويمشي عنه كولونيل يجيه جنرال، يباتر بين الزعامات العسكرية المتقاعدة رعاية لمصالح النظام. السلاح لا يجي من منين؟ معناها أعلنكم ضمن المفاسد الأخلاقية، لا تشكروا على الشباب، أولادكم لا تشكروا عليهم إذا فسدوا أخلاقيا. أنتم أمناتكم وأولادكم القريسات عادوا يتعاطوا المخدرات عيني عينك في الشارع. احنا هذا جيلنا ما زلناش من الأقلاس، اللي منا لا يكمي سجاريت الدنيا يكرد خط الخلة، يكرد خط الخلة لعل قاع يشوفوا حد من هالمبدية، بين اللي منين يشوفوا لا حد من هالمبدية كبر منه لا يدب زولين ذا يسوى ما يعرف إلا أنه يكمي سجاريت، يعود حايص ما يقوم ولي، بين اللي ما يقدر يجلبوا تيجوا يبيعوا سجاريت، ما يقول لا يعود حايصه من بريده رائمني، كان يقتل رقاج يكمي يحاني يزرق ما يقول، ولا يطوب صعيه ولا يمرق الأرض يركب الريح، يجيس خلائم من الأرض ياكل يقدر ينتر منه نترى، ومنين يشوفوا أي رقاج يسوى ما خالطوا عليه شيء يسوى شنو يكذب قضية غيبته ويتم يهندزوا لين يكسر عمر. تعرفوا لماذا؟ لأن كانت هناك منظومة أخلاقية حافظ على المجتمع. اليوم عاد الواحد يوقف لك عيني عينك ويكمي الحشيش قدامك، عاد الواحدة توقف لك عيني عينك فيدها سربوحة من الحب وفيدها الحشيش تسرط وتكمي عيني عينك، تشير تخلادها عندها 12 13 سنة. ذا في منين يا محمد الأمين؟ هذا قدام المدارس وقدام الجامعات وقدام وفي المناسبات وفي الشوارع وفي المرص وفي المطاعم وفي القهاوي وفي تاكسيات وفي نقض الديار أهاليهم باط. طبيعي جدا. وراني قطرة ديت عليكم مردة ردها علي طفل يعد الكراب، طفل قريب يعد التاكسي كراب، طلع له كرس مفتوح وجل دار في تفرغ زينة، ما نبقي نذكر بلدها يحكم أعظم ومرقول وثلث شوي بات أكبرهم عندها 15 سنة سنتين الأخرات اللي هم بين 12 13 سنة، ومرقت معاهم ومرأة طيبة ومرقوا مليح فاتهم يشاوطوا ومفرتوا الثلاثاية في الوتة من اللورة وقالوا يقبل بينا طريق الماليب. هو آن ترانسبورتر عنده كرس مفتوح وطافلات مارقات من دار ومعاهم امرأة كبيرة أغلب الظن أنهم هم قالوا له كرد بين الطريق الواديب. بالنسبة له هو أنهم قايسين ذيك المشاريع والله ماشيين بعضهم وتو يفوحوا وش قديله هو تاكسي ولو قابلهم الخلوات قابلهم قدام دار ودينك يموم إلين فاتوا تقدموا جاتوا ريحة ما هي طبيعية خرصوا في ريتروفيزار قاد ريتروفيزار اللي هو عبون النقرانية منهم طنطن من الحشيش والاخراد اللي يعبوا يبرموا
مش مسيري دروتو بعد ياسم رد بي رد بي قالوا له مضاربه كذا ثاني تخليك انت تاكسيمان وتعدل كرسك والله تدخل قشابه بلا رقب ولا ما تشوف شمس ونين تحق الحقيقه نقول انك انت اول جايبين المخدرات شعدل تلم الاول يتحمس من فم رد التخمام وقالوا لا يتهور هاو الناس قدوا دخلوه فعلا كارثه انه كاع كان اللي اغتصبهم انه هو يجيب لهم المخدرات بيدي عرب عنها ما يدولوا بلا قانون بلا عداله بلا شيء سوشن فوت الامر المولانا قضاص المرايات وعتلاني انقضى المرايات ورانيات قال لي يطلعوها همات إلين قادينا فراج بهاماس قالوا لي دخل شكيت انهم قايسين بهاماس اللامني قطعنا شوي قالوا لي وقفوا قضيت ديسان قال وحسهم هما واحده منهم كونكتات تليفونها على بلوتوث الوتر وقاموا يترامزوا قاعدين الموسيقى يترامزوا ويتعايطوا مليح فات تباراوا منهم تخيلوا معايا المشهد يا جماعه المسلمين تخيلوا معايا المشهد هذا ما هو في نيو جيرسي ولا هو في اريزونا هذا في نواكشوط هذا في مجتمع المحافظ هذا في مجتمع العلماء والائمه هذا في مجتمع رابطه العلماء هذا في مجتمع رئيس الصالحين رئيس ولي الصالحين هذا في مجتمع جهاز امن مسقارو إلين ذاحوا هماتي وترامزوا صقاوا علي قالوها وهاي ردنا لبلدهن رجعهم للدار خرص كرس ذي فيه 37 ميل زور قولوا 40 ألف من 5 ميل 5 ميل قالوا له خلي الباقي عشانك ودخلوا هما اللي نقلوا نفس الدار هما ثلاثة يترامزوا روسهم باردين كلها كاردة كراعها يحكم عظم صوروا معايا طويفيلات ذنبتهم عدلوا انتوما عملية الحساب في روسكم هماتي منين تعمل منين يجبروا أولا منين يجبروا المخدرة ثانيا منين تعلموا كم المخدرة ثالثا هو الأهم كم من هذو الطويفيلات في سنهم سواء ذكورا او اناثا يعمل المخدرات منين الصقع نرجعوا اعلن الزعامات السياسيه الكبار فيه وني اللي قاعد طقم هو من الصوفه وعندهم وحدين يجيبوا لهم الخمر من الخارج ويجي على المطار وهذا معروف انه كولي فلان ما يمتس ما قد ما يقدر يمسو جمركي ولا يقدر يمسو دراكي ولا يقدر يمسو شرطي ولا يقدر حد يمسو هذا كولي من الخمر جاي لفلان زعامات سياسيه معروفه في نواكشوط ورجالات امنيه معروفه في نواكشوط ورجالات عسكريه معروفه في نواكشوط كلها دويرتو فيها بار مططم من الخمر وفاتوا قالوا لي افراد امن لانهم فاتوا كردوا عده رجالات سياسيه عسكريه امنيه وتجارية في ذيك المشاريع وعلى شواطئ البحر في حالة من السكر كبرها مولانا ومعاهم قريسات يكموهم المخدرات ويسقوهم الخمر شوي بات صغيرة معناها أعلنكم لا تشدوا أخبار الفساد الأخلاقي أنتم الفساد الأخلاقي لكم سنوات ناقعين فيه لأهل موريتانيا أعطاريكم وولادكم تعرفونهم ولا مناتكم تعرفونهم ما فيهم اللي بأخلاقه إلا من رحم ربي السيقر الترك اليوم يمرق من دار أهله وكبر الشوابين يزلق فيه ويتفرع لي وإحنا وعينا في زمن الشارع من نفسه مربي الشارع يلعب دور الأسرة ما يقدر يشير يزلق في حد أكبر منه ما بطوا الشارع كامل ومنين يجي لهلو يبطوه لينك صار عمره فقنا على الأسرة الحاضنة الأسرية والشارع متكاتفين ليدين في التربية هذا هو اللي فقنا عليه وإذا تعرفوا أنه ما تخالق موريتان اليوم منين تنزق يشتير لا تنزقوا بعيد قاع منك بينك معاه دو صامت يمرقوا لك أهله وعشيرته وولاد عمه
والموات اللي في المقابر يوخروا قايسين لا يبطوك اخبارك تنزق ولدنا اضرك عليك تربيته. اقربائك اقربائك اللي من دمك ولحمك منين تدخل عليهم وتنزق ولدهم يركبوا عليك. اختك شقيقتك منين تنزق ولدها تركب عليك تنفقع عليك تهاجرك. معناها انكم لا تسولوا عن الاخلاق. انتم اترت المجتمع الموريتاني واولاده فاسدين اخلاقيا لانهم هم مشاركين بالفساد اخلاقيا. الاسره مشاركه بالفساد الاخلاقي. الشارع يشارك بالفساد الاخلاقي. الحكومه تشارك بالفساد الاخلاقي. تعودوا لا يتشقروا على محذور درجه سب النبي. دول عقب واحد يمر لكم ويسب مولانا. دول تعقب الناس كامله تعقب تعود نفس الشيء. الفساد الاخلاقي منين يتفاقم نتائج ومآلات ولا تسولوا عنها. نتائج المآلات النهائية اللي مازالت جايتكم لا تسولوا عنها. كارثية بامتياز. شئتم ذلك أم أبيتموه؟ لأنكم أنتم فاعلين في نفس العملية. أنتم الأسرة. أنتم المجتمع. أنتم الشارع. أنتم أهل الباتيك. أنتم أهل المرصة. شوي بتدخل المرصة لا يتشري تيفاي يتحرش به. مول البوتيك يتحرش به. التاكسي جايبها يتحرش به. البياع السقط يتحرش به. شاي تقول هي عندها 10 سنوات 12 سنة ياسر مشي ما يفهمته. لا تعود الحالة عندها حالة اعتيادية. وكل ما يعني سيكولوجيا بسيكولوجيا انتروبولوجيا وسوسيولوجيا كل ما عادت الحالة طبيعية متداولة تصير عادة مكتسبة وتعود ما يكبر من قدها. هذا بشكل علمي. أي ممارسة أي ممارسة أو ذكر أو نهج أو سلوك تم اعتماده والتعاطي به على أساس أنه رواية عادية يعقب يتحول إلى عادة مكتسبة يمارسها كل الناس. معناه أنكم منين تعودوا قايلين شيء الشعب الموريتاني خلوكم من النفاق الاجتماعي وخلوكم من النفاق السياسي. منين تعودوا الدوروا منكم بقية مازالت فيها مول تعقب تتأسس كدولة أخذوا كاملين وشقروا من الاختلالات اللي خالق على المستوى الأخلاقي في جميع الصعود. الفساد الإداري والمالي ناتج عن إيش؟ ناتج عن الفساد الأخلاقي. حد بأخلاقه ما هو لا يسرق المال العام وحد بأخلاقه ما هو لا يظلم لأنه عنده رادة عنده مانع عنده محصن محصنه مانع من يظلم ومانع من يختلس ومانع من ينتهك ومانع من يزلق. ينقالوا الأخلاق. كل هذه المشاكل اللي تعاني منها موريتانيا مردها للفساد الأخلاقي. أنتم رئيسكم فاسد أخلاقيا وزراءكم فاسدين أخلاقيا. ثم اللي يصلحكم شنو؟ قضاءكم نويقع في الفساد الأخلاق. وكلاء جمهوريتكم ناقعين في الفساد الأخلاق. قضاتكم عترتهم ناقعين في الفساد الأخلاق. وزراءكم نويقعين في الفساد الأخلاق. معظم المدراء ورؤساء المصالح ورؤساء الأقسام ناقعين في الفساد الأخلاق. جنرالاتكم وكولونيلاتكم وضباطكم عترتهم ناقع الفساد الاخلاقي. ثم لا يصلحكم شنو؟ ما لا يصلحكم شيء سوى شنو؟ لا يصلحكم الا تعودوا كاملين كلمتكم واحده تحاربون فساد الاخلاق على المستوى الاسري في الشارع تتكاتفوا عليه. نسيتوا؟ خاطئ من ذاك لا يتم ولا محدوده درجتكم ماشى تنحدر قاضه. هذا لا يقول لكم خير كلام مبكينك من كلام مضحكينك. حد شاف سلوك شباب الموريتاني اليوم ذكورا واناثا يعرف انكم ما اتيتوا الدور وشي يسوى شنو هو من الانحطاط الاخلاقي. ابدا ابدا. الدور التربوي على المستوى الأسري من عدم مدار الله يرحمه. على المستوى المدرسي الله يرحمه. على المستوى الثانوي أو الإعدادي الله يرحمه.
وعلى المستوى الجامعي الله يرحمه، والنماذج لا حصر لها ولا داعي بالتمو دائما نذكركم بها، وانتم بعد فاصلين في التمو دائما تذكروا لأنكم ذاكرتكم لا ذاكرة السمكة، هذا قاعد عندي عنها ضعف من ذاكرة السمكة. السمكة منين يزرق لها حد السنارة وتكردها طيها 5 سكوند تزرقها لها مرة أخرى توكلها. ثم الصقاع لا يزرقها لكم الرقاج وتنطرسوا منها يردها لكم من باي إن سكوند تعضوها مولي. حكومة على 3 مرات تثبت فشلها الذريع ومفاسدها اللي لا حصر لها، ويعاد فيها الثقة وتعاد فيها الثقة وتعاد فيها الثقة، ورق ما ذيكم اللي حدث لاصقتهم لا علماءكم ولا أطركم ولا زعماءكم القبليين أو السياسويين، ما فيكم حد حدث لاصقتهم. اشربوا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. السلام عليكم ورحمة الله.